تحياتنا لكم أصدقائنا. ما زلنا في شروحات قصيرة عن جهاز البريسنس 6، ونتعرف اليوم على خاصية Language Profile أو ملفات تعريف اللغة. كل واحد من أصدقائنا له يعني استخدامات محددة، نستطيع خصخصة الأصوات و يعني أمور أخرى تتعلق بقراءتنا واستخدامنا للجهاز في ما يعرف بملفات تعريف اللغة أو Language Profile. الآن لو أستطيع أن أقول أن Language Profile أو تعريف اللغة، ملف تعريف اللغة المستخدم الآن هو مركب من صوت ماجد العربي وصوت توم الإنجليزي. إذا نستطيع نحن أن نقوم باختيار أو بخصخصة ملفات تعريف لغة خاصة بنا. فلنلقي نظرة أصدقائنا، نحن الآن على مدير الملفات. الطريقة الأطول للذهاب إلى تعريف الملفات هي أولا حرف الإس، وبعد ذلك حرف اللام أو الإل. إذا عندنا هنا ملف التعريف، نستطيع أن نرى ما هي الملفات التي قمنا بإنشائها واللانجوج بروفايلز وملفات اللغة. علامة رسمية ملف التعريف الافتراضي هذا الافتراضي أنا لا أستخدمه، أنا أستخدم هذا. إنجليزية لا أستخدم هذا. ماجد وتوم، ماجد نعم، ماجد وتوم هذا الذي أستخدمه. ملف التعريف نقطتان، ماجد وتوم أربعة عنصري قائمة. إذا سأقوم بإضافة ملف تعريف لغة آخر F3 أصدقائنا، إضافة، ونكتب اسم الملف. سأكتب ليلى ألف مقصورة ليلى نقطة و سي نون فتحة ميم و لا عفوا ميم نون ليلى ميم وسمانثا نون ف ألف. إذن رب ملف التعريف نقطتان ليلى وسمانثا مربع المتحدث. طيب ليلى وسمانثا، نضغط على الاف 3 مره ثانيه. اللغه نقطتان العربيه في واحد العربيه تمييز برايه نقطتان امريكي واحد هو امريكي. انا لا اريد امريكي، اريد الترميز براي العربي العربيه. طيب لا استطيع ان يعني الحرف الأول العربية و F3 درجة حرارة سلاش إدخال البراية نقطتان براية الحاسوب واحد سلاش ثلاثة إدخال البراية الحاسوب، لا أنا أريد درجة واحد اثنان درجة واحد ثلاثة F3 نوع الصوت نقطتان فيولاريز فوبل هازا 1 سلاش 2 عنصري قائمة نوع الصوت اللي هو كلايزر نوع الصوت كولن إنجلش سمانتا 3 سلاش 6 عنصري قائمة. لو يعني نوع الصوت نقطتان في ولاريس فوق في نقطي أنا براويلة إثنان آلة في نقطي ولاريس فوق أجل 1 سلاش 2 نوع الصوت كولن إنجلش سمانتا 3 سلاش 6 إذن أختار ليلى، هذا أول ما اخترته. الصوت الإنجليزي نقطتان تعطيه 1 سلاش 2 أشغل الصوت الإنجليزي F3 مرة أخرى اسم الصوت الإنجليزي كولن إنجلش سمانتا 3 سلاش 6 سامانثا رمزوري قائمة سرعة الصوت نقطتان. لا نستطيع أن نتحكم بسرعة الصوت أيضا. ستة ستة سلاش سبعة سبعة سلاش ثمانية ثمانية سلاش نبرة الصوت نبرة الصوت خمسة ستة ستة سلاش سبعة سبعة ستة بيكون جيد. عشرة عنصري قائمة F3 مرة أخرى نأكد تأكيد تم الحفظ بنجاح نقطة ملف التعريف نقطتان ليلى وزن فيها خمسة سلاش خمسة عنصري قائمة. نستخدم هذا الملف ملفات تعريف اللغة left parenthesis L right parenthesis مسخن احتياطي وإعادة تعيين left parenthesis تعملات ملفات تعريف اللغة خيارات الصمت left parenthesis V right parenthesis. إذا رأينا أصدقائنا أننا استطعنا أن نختار أو نعرف ملف للصوت يحتوي على خصائص مختلفة، من أهمها أو نجوم هذا الملف هي ليلى و
سامانثا وخصخصنا النبرة وسرعة الصوت وترميز البرايل إلى آخره. هذه حفظناها بملف من أجل أن نرى ما اخترناه. ملفات تعريف للغة مربع الحوار. ملف التعريف common for English one slash five علامة مجهولية. ملف التعريف الافتراضي الاثنان slash هذا الملف الافتراضي إنجليزي ثلاثة slash إنجليزي فقط. هذا إذا كان هناك من يدرس الإنجليزية ويريد فقط أن تكون القوائم كلها بالإنجليزي، نستطيع أن نلقي نظرة على ذلك بعد قليل. ماجد وتوم 4/5 ماجد وتوم الملف التعريفي الذي كان يعني موجود أصلاً وكنت بإنشائه مسبقاً. ليلى مسمى 5/5 هذا ملف تعريف ليلى مسمى الذي نستخدمه الآن. ليلى مسمى 5/5 إذن هذه هي. أستطيع أن أختار مثلاً الإنجليزي فقط الذي قمت بإنشائه سابقاً. كما ترون أصدقائنا تحولت القوائم والصوت فقط إنجليزي. أختار ملفي مرة أخرى الذي كنت عليه. وكأني يعني كان ماجد وتوم هو ممكن الذي أريد أن أستخدمه الآن. إذن هذه أصدقائنا فكرة تعريف ملفات اللغة. بعض الأصدقاء يعني هناك من يتحدثون الفرنسية والعربية وبالتالي يستطيعون أن يختاروا أو يقومون بإنشاء ملف تعريف لغة عربي فرنسي، وكذلك الأصدقاء في السويد عربي سويدي أو سويدي إنجليزي وهكذا أصدقائنا. وبالتالي عشاق تعلم اللغات والطلاب طلاب اللغات اللينغويستكس، الجهاز سيفيدهم في هذه الظاهرة بشكل كبير. شكرا لمتابعتكم أصدقائنا، إلى اللقاء.